صباح الخير مستمعتي وصباح الخير لكل مغاربة فين ما كانوا. تحية طيبة متجددة كيف ما العادة من خلال أثير إذاعتكم أم أف أم، إذاعة كل مغاربة. صباح سعد وصباح الخير، نتمنىكم تكونوا دائما معنا بأحسن الأحوال، فايقين نشطين فرحانين ومرتاحين مع هذه الصحبة الرائعة والطيبة منذ الساعات الأولى من الصباح. فقرة صباح الخير يا بلادي اللي كانت مجموعة تقدم هذه الروح الجميلة اللي طفت على بلاتو إذاعتكم أم أف أم. حنا ما زلنا معكم مستمرين بنفس النشاط والتمغربية الحقيقية مع أطباق نصائح ومواضيع واختيارات كيف ما العادة كتناسب كل الأسر المغربية. صباح الخير اللي كيستمع لينا في الجبل، صباح الخير اللي كيستمع لنا في البادية، صباح الخير اللي كيستمع لينا في المدينة، صباح النور كذلك اللي كيستمع لينا هو في الطريق أو في العمل ديالو. بالتوفيق كنقولها لكل أسرنا فين ما كنتوا كتابعوا وكتكونوا دائما أوفياء في صحبة إذاعتكم أم أف أم. برنامج الكل، برنامج كل العائلة، برنامج كل حداقة والتهويل والأطباق الرائعة كعادة كل يوم خميس، لأن دائما كنحاولوا نخصوا كل نهار موضوع جديد وضيف جديد. يوم الاثنين، يوم الثلاثاء والأربعاء، خميس كنخصوا حلقة يوم الخميس للطبخ، الفقرات وكذلك البعض الوصفات الرائعة سواء كانت جديدة أو تقليدية. كنتمنى تكونوا كتار في المشاركة والمتابعة على أرقامنا دائما 05 22 31 33 33 أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. إذا كان عندك أي طبق مميز كتحضر الوليدات كيحمقوا عليه، بغيتي تقسمي معنا وتشاركينا هذه الفكرة، مش جديد على الرأس والعين ومرحبا بكل ليلة الحدكات. دائما SMS راه الإشارة، سواء ليكون من حب أن يتواصل معنا عن طريق المسابقة اللي دائما لازلت مستمرة، أو ممكن يبعث بالآراء ديالو واقتراحاته يشاركنا الأفكار على شلة. ودائما احنا راه الإشارة وسعداء بتلبية كل احتياجات وطلبات أفراد الأسرة. طريقة سهلة، SK اللي هو كود سمية كريمو، SK 5054. كتبوا أي حاجة على بالكم، حنا كنطلعوا دائما على رسائل SMS وكنحاولوا جاهدين قدر المستطاع، لأن فعلا كيوصلنا الألاف والألف، وحنا دائما بكلمة شكر كنقولوا شكرا على محبتكم وعلى إخلاصكم ووفائكم لإذاعة أم أف أم، وخصوصا لبرنامج لكي سادتي وفقرة عندي توك. غادي نمشيو محطة غنائية بها نقولوا صباح الخير، ومن بعد راجعين دائما نعطي فكرة على المسابقة. غادي نحاولوا دائما نوريكم طريقة المشاركة وأطباق من عندي وعندكم، وحنا في انتظار مشاركتكم معنا على أرقام ستوندار. صباح الخير ليش، وهذه تحية دائما متجددة من خلال إذاعتكم أم أف أم لكي سادتي. فعلا موعد جميل جدا كيجمعنا مع كل ليلة الحدقات. مرحبا وألف مرحبا من كل بيت مغربي كيستمع لينا وكيتابع كل فقرات والمواضيع مع ضيوف مختصون في مجالات متنوعة يكونوا حاضرين معنا على مدار الأسبوع. الاثنين اللي كنخليوه دائما التاويل الحداقة البعض للحويجات اللي هي بسيطة وسهلة واقتصادية، سواء أفكار نصائح للديكور والتجديد الدار ديالك. يوم الثلاثاء اللي تنخصوه لطب الأطفال، يوم الأربعاء اللي تنخصوه لطب النساء والتوليد والعقم، وحلقة يوم الخميس اللي تنخصوه للحداقة والتاويل لوصفات لشهوات وأطباق سهلة واقتصادية لكل أفراد الأسرة، وحلقة يوم الجمعة اللي تنخصوه للتنمية الذاتية مع نصائح ومواضيع اللي كتشجعنا من أجل دائما النجاح والتقدم في حياتنا وإصلاح كل أخطاء والشوائب اللي كتكون عند بعض الأفراد الأسر. فدائما سعداء بكل هذه الصحبة الرائعة وسعداء كذلك باستقبال مكالمتكم على أرقامنا 05 22 31 33 33 أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. كذلك نذكر مسابقتنا اللي لازلت مستمرة واللي هي دعوة مفتوحة وعربون وفاء ومحبة منا لكم، اللي هي قسيمة غداء أو عشاء بقيمة 300 درهم مهداة لكم من طرف تريتور كرامي. هاد الهدية راه الإشارة لكل الناس اللي كيستمعوا لإذاعتكم أم أف أم ولا كيسادتي على الخصوص. طريقة سهلة، يكفي فقط غيتباتوا بالاسم ديالكم بالكامل، نعود نذكر الاسم ديالكم يعني الاسم والكنية كذلك، وما تنساوش حتى المدينة باش يكون الإجابة صحيحة، وبالتالي تدخلوا مباشرة لسحب القرعة. هاد سحب القرعة كيكون كيف ما قلت بشكل يومي، تفرز لنا جوج ديال المحظوظين، جوج المشاركين تيبعثوا لنا وتعاودوا يبعثوا، كل ما شاركتوا كتر كل ما ضعفتوا حظوظكم بالفوز معنا كتر وكتر. طريقة سهلة كيف ما قلت، اللي هو كود سمية كريمو، اسكا اسم ديالكم بالكامل والمدينة ديالكم على الرقم 5054، وبهذه الطريقة تكونوا دخلتوا مباشرة لسحب القرعة. يعني ما كاين لا أسئلة ولا أجوبة، طريقة سهلة، قبطوا غير بورتابل ديالكم، ضغطوا اسكا، كتبوا سميتكم بالكاملة وكتبوا كذلك المدينة ديالكم ورسلوها على الكود 5054.
كيف ما قلت انا بهذه الطريقه هذه غادي تدخلوا معنا لسحب قرعه اللي تيخولكم تفوزوا معنا بقسيمه غداء او عشاء لكم الاختيار حسب الرغبه ديالكم وحسب كذلك الوقت ديالكم لكم او تهديوها لاحد افراد الاسره. وحنا مقبلين على سان فالونتان او عيد العشاق وعيد الحب، هذه مناسبه ان الزوج تعرض الزوج ديالها او كذلك حتى زوج علاش لا يعرض الزوجه ديالو، فبصحه والراحه. كيف ما قلت ان غادي تكون ان شاء الله مفاجات، غادي يكون كذلك ضيوف، كيفاش غادي حاولنا نرتبوا هذه ليله الاحتفال بالحب. يعني الانسان كل ما كان دخل المشاعر الجميله والاحاسيس الطيبه ومشاعر الحب اللي كنكنوها لوليداتنا والاهلنا وحبابنا والوالدين علاش لا، كيف ما قلت نعطيكم بعض الحويجات اللي تساعدنا في هذه الليله الجميله اللي ان شاء الله تقضيوها بكل كل كل المشاعر الرائعه. طيب هذا الاسبوع القادم بحول ابتداء من يوم الاثنين، اما اليوم غادي نعطيك بعض الاطباق اللي هي سهله بسيطه وخفيفه سواء من عندي او عندك. مرحبا والف مرحبا على ارقام دائما ستوندار مفتوحه اللي هي 05 22 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. انا اليوم غادي نعطيكم بعض الوصفات اللي هي سهله واقتصاديه في نفس الوقت وخفيفه. يعني كيف ما قلت ان احنا دائما هدفنا هو ما تاخذش بزاف ديال الوقت لكل السيدات، خصوصا السيدات اللي كيشتغلوا او اللي كيحضروا مثلا وجبات الغداء اللي كيكونوا مضطرين في الصباح ينوضوا يفيقوا الله يكون في الاوان ويحضروا وجبه الغداء يعطيوها لوليداتهم يديوها للمدرسه. انا غادي نعطي بعض الوجبات اللي هي سهله وخفيفه وتقدر تكل يا اما بارده او دافيه. هاد الوصفات غادي تكون غادي نخدموها بالبطاطا. علاش البطاطا؟ لان البطاطا كيحمقوا على الوليدات، هذه فرصه ان احنا في ايام الشتاء لان غنيه بالكربوهيدرات البطاطا وهي غنيه بالنشويات وكيف ما قلت انها مغذيه كتسخن وتعطي الدفى في الايام ديال البرد. كاين طرق مختلفه لتحضير البطاطا، كل واحد وقدر جهده، كل واحد وشنو تيبغي، لكن احنا دائما ان السيدات معتادين البطاطا اما كيحضروها على شكل تورتيه، يعني تورتيه البطاطا اللي معروفه، او ممكن تحضروها مقليه الوليدات كيحمقوا عليها مقليه. انا اليوم غادي نضيف لها بعض الاضافات البسيطه، ممكن انك تقيد معنا الوصفات وتجربها لوليداتك بالصحه والراحه. نبداو بالاقتراح الاول. الاقتراح الاول اللي هما اصابع ديال البطاطا اللي غادي نسموها بالطن والجبنه، يعني الفخوماج. هاد الاصابع يحمقوا عليها الاطفال لان كتجي بنينه بزاف، كتجي سهله وكتخرج كميه كثيره. يعني بالنسبه للمقادير ديال 4 ديال الحبات اولا كيلو البطاطا اللي غادي يكونوا نختاروهم متوسطين سواء كانت بيضاء او حمراء ما كاينش مشكل، لان غادي تسلق ومن بعد غادي تهرس غتولي على شكل بيوري، يعني عجين ماشي مشكل. فكيف ما قلت نختاروا 4 ديال الحبات متوسطين ديال البطاطا، غادي نسلقوهم ومن بعد غادي نقشروهم وغادي نهرسوهم مزيان. كاين اله اللي كتكون دابا خاصه كتهرس لنا هذيك البطاطا، او حتى الا ما كانش غير بواحد المعلقه ولا فرشات اللي كان عندك في الدار كتقضي به. غادي ناخذوا في التوابل ديالنا شويه الملح، غادي ناخذوا 4 معلقه ديال البزار او الفلفل الاسود، غادي ناخذوا بيضه، غادي ناخذوا النص تقريبا نقولوا نص كاس ديال فلفل اخضر اللي غادي يكون مقطع لطريفات صغار، يعني غناخذوا تقريبا واحد الفلفله ولا جوج فلفلات على حسب اللي عندك، تناخذوهم تنغسلوهم تنحيدو لهم الزريعه والرويس ديالهم تنقطعوهم على شكل دويمات. غادي ناخذوا 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس اللي غادي يكونوا مقردين رقاق، غادي ناخذوا زاس ديال الليمونه او قشور ديال الليمونه صغيره، غادي ناخذوا 4 كاس ديال عصير الليمون، معلقه كبيره ديال الخل الابيض، وغادي ناخذوا واحد علبه كبيره ديال الطن اللي غادي تكون بالزيت، غادي نصفيوه بطبيعه الحال من الزيت ديالو. غادي ناخذوا كذلك ايضا علبه ديال الجبنه، هنا الجبنه غنختاروا اللي كان اللي موجود، وحتى الا ما كانش ممكن ناخذوا غير داك المثلثين ماشي مشكل، او المربع اللي كيحمقوا من الاطفال، او ممكن كذلك ناخذوا الفرماج الاحمر، او كذلك ناخذوا اي نوع كيف ما قلت ديال الفرماج فهو كيمشي معاه. غادي تكون مقطعه على شكل اصابع، ممكن نستبدلوها كيف ما قلت باي جبن اخر بيض. ناخذوا كذلك 4 كاس ديال الخبز غادي يكون محمص ومدقوق او لا شابلور، فهنا كنكونوا دائما كل سيده راه محضرين قريعه تخليوها فقط غير مثل هاد الوصفات. وغادي ناخذوا زيت كافي للقلي، ناخذوا كيف ما قلت هاد المكونات كاملين، يعني غادي ناخذوا هاد المواد كاملين غادي نخلطوهم مزيان. يعني غناخذوا البطاطا غادي نكونوا سلقناها، نكونوا قشرناها دعكناها مزيان او معكناها مزيان، غادي ناخذوا معها 4 الحبات كيف ما قلنا ديال يعني ديال الفلفله مقطع رقيق، غادي ناخذوا مع 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، غادي ناخذوا كيف ما قلت العصير الليمون، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، غادي ناخذوا ديك البيضه لان ديك البيضه هي اللي غتجمع لنا هذا الخليط كامل، معلقه كبيره ديال الخل، الا استعملنا الحامض ممكن نستغنيو على الخل ما كاين حتى مشكل. نخلطوا هذه المكونات كامله مع بعضياتها مع ديك البطاطا اللي قلنا، نضيفوا عليها ديك الطن يعني بعد ما صفيناها من الزيت ديالها، وتنخلطوا هذا الشيء كله. من بعد ما غادي نخلطوا جميع المكونات غادي
نقطعوا ديك الجبنه ديالنا على شكل اصابع كيف ما قلنا، او نقدروا ناخذوا حتى داك الفرماج ديال لي ساندويتش، داك المربع اللي تيكون اللي كيتباع حتى هو يقدر تستعمل وبالتالي كيعطي واحد الطيبه مزيانه. تنقطعوا هذا الفرماج ديالنا كيف ما قلت الاصابع، تناخذوا مقدار ديال معلقه كبيره الى ملعقتين تنكوروها، ثم من بعد كنسطحوها بطرف اليد يعني بشكل اليد على شكل اصابع، ومن بعد كيف ما قلت كنعملوا مع هذاك الطريف ديال الفرماج ديالنا، او الى خدينا المثلثات كنمعكوه مع داك الخليط ديال ديال البطاطا وديال كذلك الفلفله، ومن بعد كنبداو نشكلو على شكل اصابع. لما كناخذو على شكل اصابع شنو تنديرو؟ تناخذو كيف ما قلت باش ما تلصقناش هاد المكونات كامله، تنعاودو نديروهم في البيض، ومن بعد ملي كنديرهم في البيض كنديرو في لاشابلوغ وتنقليهم في حمام زيت اللي كيكون سخون، وتنقدمهم بصحه وراحه. هاد لي كروكيت او هاد اصابع ديال البطاطا والفرماج كيف ما قلت كيتكلوا اما باردين او دافين ماشي مشكل، يا اما في ساندويتش او في سلطه، او ممكن يتقدموا غير هكاك بوحدهم مع شي حويجات مثلا كنحضرهم للاطفال. بهذه الطريقه نكونوا حضرنا واحد الوجبه اللي هي سهله بسيطه وكذلك مغذيه جدا، دخلنا لها الطن اللي كيف ما قلنا غني جدا، ودخلنا لهم البطاطا اللي هي في حدتها وجبه متكامله، بعض الانواع ديال الخضر درفنا لهم الفلفله، وضفنا لهم كذلك القزبر معدنوس. نتمنى تكون لقيتي معنا الوصفه وتحضر لوليداتك بالصحه والراحه. غادي نمشيو ناخذوا اتصال، نقولوا الو صباح الخير. صباح النور اختي عائشه، كي صبحتي؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله حبيبي، ربي يخليك، مرحبا بك. الله يطول عمرك. قبل ما نبدا كنشكر واحد السيده ايمان. ايمان هي تبارك الله اللي كتقوم بواحد المجهود باش يجل هاد الوصفات اللي كنعطيو في الاذاعه. ايمان دايره صفحه خاصه في الفيسبوك ديال مدونه السنفوره، كتحط فيها كل شيء هاد الوصفات اللي كيقولوا. عطيها الخير، انا كنشكر ايمان الحادقه تبارك الله عليها. الله داخله بامونه مزيونه. امونه مزيونه الله يخطيك، فدابا اللي تعذر عليها ان الوصفه ديالنا قيدها يدخل غير امونه مزيونه ياك. غادي يتسم فيها. عطيك الخير يا عائشه الله يخطيك. بيني وعندي واحد البسبوسه. بسبوسه وبيني واخا؟ اي ان شاء الله البيني كيجي ساهل شويه. عندنا جوج بيضات. جوج معالق ديال الزيت. جوج بيضات وجوج معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال السكر سنيده. اذا جوج بيضات وجوج معالق ديال الزيت وجوج معالق سنيده. جوج معالق سنيده وواحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز. معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز مليحه مليحه، وقشور حامضه وفلون ديال الدرهم داك ديال الفاني، وفلون ديال الدرهم. ايوا عندنا جوج كيسان د الماء وجوج. الو نعم، جوج كيسان الماء. جوج كيسان الماء وجوج زليف ديال الطحين. جوج زلايف ديال الطحين. زلايف ونص ديال الطحين. كيقبطوا لنا جوج زلايف ونص. اي ان شاء الله صافي كنغربلوا داك الطحين ديالنا، كنجوفوا الوسط ديالو، كنديروا فيه ذوك المقادير كلها. كندوزوا كناخذوا واحد شويه الماء، كندوزوا فيه ديك الخميره حتى تذوب، وكنخويوها حتى هي صافي كنعجنوه مزيان، كندلكوه حتى يتسلك مزيان، صافي كنخليوه واحد شويه تيرتاح، كندوزوا نفرشوا واحد الزيت نقي ديالنا، وكندردروا عليه شويه ديال الدقيق، اما كنلولبو داك، اما كنديرو حرابل وكنديرو بحال بحال شي دائره، اولا كنديرو هكاك بحال بيني. اييه صافي كنخليو حتى كيخمر، راه كنديرو في الزيت تبارك الله كيتنفخ كيجي عالي، كتجي غزاله تبارك الله، يعطيك الصحه للعائشه. الله يبارك فيك. هادو البيني ديالنا ياك؟ نعم هادي طريقه البيني. طريقه البيني ونقدروا لا طاب هذاك البيني نقدروا نحلوه نعمروه بكريم باتيسير او لا كريم كاراميل ولا اللي عندك في الدار. لا هي ان شاء الله وكيتقدم سخون، ولا كنديروا فيه السكر كلاصي كنخليه حتى كيتسكر كله، كنديروا فيه السكر كلاصي كنقدموا مع قهوه ولا تاي ولا اللي عندنا. يعطيك الصحه، هذه فكره غزاله. ناخذوا الفكره الثانيه البسبوسه. عندنا اربعه البيضات. اربعه البيضات. ثلاثه المعالق الكونفيتير ديال الفريز. ثلاثة المعالق ديال الكوفيتير ديال الفريز. واحد ياغورت أو كاس الحليب اللي عندنا موجود. كاس ونص ديال الزيت. أو كاس الحليب اللي كان. اللي عندنا. كاس ونص ديال الزيت. كاس ونص ديال الزيت. جوج كيسان سنيدة. ثلاثة الخمارات. جوج كيسان ديال السنيدة. إيه. عندنا ثلاثة الخمارات. ثلاثة الخمارات. وزلافة. زلافه ونص ديال السميده. زلافه ونص ديال السميده. ديال السميده. السميده رقيقه غليظه؟ لا رقيقه. رقيقه. اييه. صافي هذا الشيء كله كنخلطوه ما عدا الخميره. كنخلطوه تنخليوه يرتاح واحد ربع ساعه حتى يشرب مع بعضياته. عاد كنجي نزيدو ديك الخميره تنجمعو كل شيء داك الشيء. اييه. كندهنو المول ديال الفران. كندهنو المول تندخلوه ملي كطيب كنكون نسقيوها اما بالعسل او بالسيرو او باللي عندي السيرو مع الحامض.
الكسيب ديال الحامض كنديروا جوج تيسان ديال الماء مع كاس ديال السنيده مع قشره ديال الحامض. حيت هي كتجي فازقه شويه يعني ما كتجيش ناشفه. كتجي فازقه البسبوسات ديما خصهم يجوا فازقين. اييه انت كتزوق الوجه ديالها ولا كتخليها هكاك عادي غير بكسيرو؟ كنرشو البسبوسه كتجي الا درتي اما الكوك اما القرقع هادشي كيجي فيها زوين. الكوك ولا القرقع؟ كيجي مع البسبوسه مع السميده كيجي زوين. يعطيك الخير يا العيشة. كنديروا العسل اولا الكوك او اللي عندنا صافي كندير اما بالكوك اما بالقرقع ولا اللي كاين. لا ما كاين ولا كتخليوها هكاك سيبي ماشي مشكل. يعطيك الخير عيشة شكرا لك بزاف. هادو جوج اقتراحات رائعين هاد الصباح نوجدوهم لوليداتنا. يعطيك الخير يا عائشة صباحك مبروك وشكرا لك بزاف على التواصل ديالك. اليوم خدينا ما عند عائشة بنية وخدينا كذلك البسبوسة الرائعة اللي كتجيب مقادير هي سهلة. نعاود نذكر بالنسبة للبنية، البنية كناخدو جوج بيضات، كناخدو جوج معالق ديال الزيت، جوج معالق ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، شوية الملحة، وقشور ديال الحامضة، وفلون ديال الدرهم، مع جوج كيسان ديال الماء، وجوج زلايف ونص ديال الدقيق. كنخلطوا العجين ديالنا العادي وكنبشروا الطريقه ديال القلي ديال البنيه بالطريقه المعتاده كيف ما شرحت لنا اختي عائشه. بالنسبه للبسبوسه 4 ديال البيضات كاملين مع 3 المعالق ديال الكونفيتور ديال الفخاز مع ياغورت او نقدروا نعوضوه بكاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الزيت وجوج كيسان ديال سنيده، 3 الخمارات وزلافه ونص ديال السميده رقيقه، نخلطوا هادشي كله مع هاد الخماره. حتى كنخليو البسبوسه ديالنا كترتاح ومن بعد كنعاودوا نضيفوا لهذاك يعني الخميره ديالنا ونطيبوا ها في الفران بعد ما تيسخن. تنحاولوا من بعد ما كتخرج هويه سخونه كنكونوا حضرنا يا اما سيرو او حضرنا شي حاجه اللي كتسقى بها عسل او اللي بغيتيو، كنزوقوها يا اما بالكوك او كنزوقوها بالقرقع وبصحه وراحه وهكذا نكونوا حضرنا البسبوسه ديالنا على الراس والعين. شو ناخذ اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اختي كريمه صباح النور. كيداير اختي لاباس؟ الحمد لله ربي يخليك، مرحبا بك. الله يخطاك اختي سميه، صباحك مبروك بعدا اول حاجه. صباح النور، انتم اصدقائي واوفيائي في دائما المتابعه. صوت سميه. يعطيك الخير يا كريمه، الله يخطيك مرحبا بك. نعم. عطاك اختي واحد الطاجين ديال اللحم بالتمر. طاجين ديال اللحم بالتمر. جا اختي هائل. يعطيك الصحة. اختي نص كيلو ديال اللحم. نص كيلو ديال اللحم. اختي بصله مشلضه. اييه. وفيها ربعه ديال التمر. 100 غرام ديال اللوز مسلوق ومقشر ومقلي. يعني كنديروا التمر واللوز. فوالا كندير جوج معالق كبار ديال الزنجلان محمر. وفي جوج معالق كبار ديال العسل. فيه شي عواد ديال القرفه شي جوج ولا واحد على حسب كل سيده. وشويه القرفه مسحوق. كاين قرفه عواد وقرفه مسحوق. وفيه اختي زعفران حر وهاديك الدومه ديال الزعفران. والزيت والملح والبزار والسكنجبير والخرقوم هذاك الشيء عادي. المهم حطي واحد الحاجه غادا نصبوه في الطاجين سميه اختي باش يبقى داك الحلو في الطاجين. لا ما بقاش نقلبوه ونقادو باش يبقى زويته في الطاجين. اول حاجه كنشدو اختي البصله كنحمرها بشويه زويته. اييه. كندير اختي الزعفران والملح والبزار والسكنجبير والقرفه مسحوق. اييه. وكنخليو اختي ربع ساعه. كنبقى نقلبوه بشويه بشويه. ثاني حاجه كنروي اختي في الكاس ديال الماء. كاس ديال الماء. كاس ديال الماء صافي ونحطو الطاجين. إلا بالينا اللحم مازال باغي شوية الماء نزيدو أختي الماء سخون ما غنديروش الماء بارد. هادي مهمة. يعني بالنسبة للطاجين ديالنا ما نرويوش ميها باردة ديما ما دافي. نزيدو في الماء سخون أحسن. إييه. ثاني حاجة كنشدو التمر أختي ونحيدو منه العلفة. إييه. ونبدل اللحم شوية بدا يطيب ونصفو هذاك التمر فوق من هذاك اللحم. إييه. ما غنديرو اختي غندير معاه شويه العسل جوج معالق ديال العسل. يعني ملي كيطيب اللحم كنخدرو بداك التمر ديالنا الخضر. كنقادو هذاك التمر نقادو وحده بوحده كتعود طاجي باينه زوين. اييه. كنزيدو جوج معالق ديال العسل. وكنزيدو اختي هذيك القرفه عواد ولا قرفه بغيتي ديري على حسب قرفه تروي اول حاجه نبداو بالقرفه عواد ونخليو القرفه مسحوق من الفوق نرشو بشويه القرفه من الفوق. فهمتيني سمية؟ إييه. ونصفو اختي هذاك اللوز اللي حمرنا. إييه. نقادو اختي نقادو معاه توا التمر بشوية بشوية. هو نخليو الطاجين كي شي ربع ساعة ولا قسمين كايش غبينا داك شوية العسل وشي ما داكش اختي ونحطو الطاجين كيجي هائل. هذه فكرة جديدة ممتازة. يعني الواحد يغير في التويجنات ديالو. يعطيك الخير يا كريمة ديما أفكارك مبتكرة. يعطيك الصحة شكرا لك بزاف. نعم حبيبي. كاين اختي بعض الناس كيبغيو الكفتة.
بسطيله ديال الكفته. بسطيله الكفته، هذه فكرتيني فهاد الشيء. وهادي بسطيله الكفته، عندك طريقه ولا بغيتي انا نوجدها لك؟ الطريقه وعندك كل شيء. واخا عطيها لنا، الله يعطيك الخير. لا لا يخطيك اخي. المهم كنشدو 300 غرام ديال الكفته، 300 غرام ديال الكفته. اييه ناخذ اختي بصله كبيره مشلضه. بصله كبيره مشلضه. اول حاجه كناخذ اختي في المقله كندير فيها بصله مشلضه مع شويه الزيت، كتعود لنا اختي البصله طاحت طاحت عاد اللون ديالها ذهبي. غادا نديرو اختي الكفته. اييه طيبوها بشويه بشويه كترتاح مزيان. غادا نديرو اختي شويه الملح وشويه البزار والقزبر. القزبر والمعدنوس من احسن السميه كنطيبو الكفته مع البصيله باش يبقى لك القزبر اللون ديالو خضر، الغبي يبقى اللون ديالو خضر زوين. قزبر ومعدنوس هذاك تيبقى هو الاخر عاد كنرشو الاخر غادا. المهم اختي السميه كنشدو ورقه ديال البصيله سته الوريقات وجوج في الداخل وربعه على برا. كيف كنديرو البصيله ديال الدجاجه؟ كيفاش كنفرشو لها؟ من غنديروا اختي سبيه غنديروا الخليط ديال اول حاجه كندهنوا بالزبده. كندهنوا بالزبده ما غندهنوش اختي بالسميه الزيت، غندهنوا بالزبده. اييه كنفرشوا الكفته ديالنا هي الاولى. غنكونوا سالقين ربعه البيضات مطلوقين هذوك. اييه كنشدهم اختي كنحكهم فوق من فوق الكفته الخليط ديال الكفته. وكنديروا اختي 100 غرام ديال الفرماج. وكنسدوا اختي الورقه عاديه. اييه لا بغات السيده دهنها بزبيده وتدخلها وتم تخرجها شويه ودهنها بالفرماج وتدخلها عاوتاني هادشي زوينه. ولا بغات السيده تكافي بهذاك الشيء دهنها بزبيده وتدخلها وتخرجها عاديه. يعطيك الصحه يا كريمه الهلا يخطيك فكره غزاله هذه. ومن بين الافكار دائما ديال التنويع في الاكل ديالنا، احنا دائما كنبغيو نديروا شي حاجه جديده ننوعوا بها الاكلات لوليداتنا بالصحه والراحه. عطيك الخير يا كريمه، شكرا لك بزاف على جوج الوصفات ديالك. علينا وعليك الهلا يخطيك. غادي نمشيو من بعد كريمه، دائما احنا في استقبال مكالماتكم على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. غادي نوريكم فكره كذلك ديال البطاطا. البطاطا اللي غادي تكون مقرمله غزاله في الفران اللي غيحمقوا عليها الوليدات، كتكون على طريقه المطاعم. الطريقه هذه اللي كناكلوها عاده في بعض الاكلات خصوصا ديال الهمبرغر او مثلا بعض المطاعم المعروفه بين قوسين تقدموا هاد الطريقه ديال البطاطا. انا غنوريكم كيفاش غادي نحضروا ولكن بعد هذه المكالمه. صباح الخير. صباح الخير سميه. صباح النور يا ليلى، مرحبا بك. بارك الله فيك. الحمد لله. لالا اختي رحمه لاباس عليك؟ الله يطول عمرك. كل شيء بخير. احد ديك النهار نهار اثنين بغيت نعطيك هذا الغوسيط ديال الخبز. اييه. وتقطع لي الخط. مرحبا، احنا اليوم انا سعداء تقبلت لك الخط، مرحبا. واخا الحبيبه. هذا الخبز يعني صحي. خبز صحي. كنديروه واه. كان دابا الا كنا غناخذوا نص عبره كنحطوا فيها نص عبر نص رابعه ديال الكرويه. نص رابعه الكرويه واه، ونص رابعه ديال الحلبه ونص رابعه ديال النافع. ونص رابعه النافع الا كنا غناخذوا نص عبره قرد بحال كنقولوا قرد يعني شي حاجه بلديه وزوينه. اييه وكنمشيو نطحنوه يعني راه كيكون نقي والمسائل راها كنعرفوا كيفاش حنا العيالات راه كيعرفوا كيفاش يصوبوا الطحين. وكنطحنوه في كنطحنوه يعني نطلبوا مول اللي غيطحنوا لينا يطحنوا لينا كله يعني ما يبقاش فيه اللي غنغربلو. لا لا رحيمو هادشي كله كيتطحن مع شنو؟ مع الطحين مع القمح مع الزرع. مع الزرع يعني كناخذوا الكرويه وهاد الحلبه وهاد النافع تطحنوا مع داك القمح اللي عندنا ياك. يا حبيبه نطحنوه نسحقوه مزيان يعني باش ما نغربلوش هكذاك. اياه ومن بعد كنعجنوا ومن بعد حبيبه نوليو نعجنوه ونعجنوا فيه خبزنا راه كيجي غزال وصحي وكيخلي حتى الوليدات يديروا يعني الشهيه للوليدات تفتح لهم الشهيه. واه وما نقولوش لوليداتنا شنو فيه هادي زعمو ياكلوا. يعطيك الصحه على هذه الفكره هادي. كيجي غزال كيجي يعني انا كناكلو يعني صحي حتى الناس اللي كيجيو عندي كيشموا واحد البنه في الخبز زوينه. وغزال ريحه الكرويه مع الحلبه مع النافع راه كلهم نسمين وصحيين. واه حد ديك النهار سمعت الاستاذ سقال لي قال لك السكه القديمه راه بقات. لا كاين تبارك الله الخير باقي كاين ولكن اللي علموها لنا والدينا وجدودنا راه باقا باقي المستمعات الحادقات اللي كتفيق الصباح اول ما تدير تتفطر وتتنوض تعجن داك الخبيز ديالها. يعطيك الخير يا الله رحيم ربي يخليك. بارك هذا حبيبه وشكرا. علينا وعليك الله يخطيك. شكرا على الفكره ديالك. وحنا دائما كنحرصوا ان تكون حويجات اللي هي صحيه اكثر ما هي غير المذاق ولا الطيبه ولا غير الشكل، تكون نعطيو لهم المنفعه لوليداتنا نعطيهم حاجه اللي تفيدهم. هذه فكره غزاله الله يرحمه
كتقول ان لما كنطحن وقليل الناس من الاولى كيطحنوا دابا الخبز كنشريو عاده غير مشري تقول كتاخذ القمح او القمح ديال العادي تطحنوا كتضيف له الكرويه يعني نصرب بعض الكرويه مع نصرب بعض الحلبه مع النفا كطحن هادشي كله مع داك الطحين ديالها وكتعجن الخبيز ديالها بطريقه العاديه كتجي في واحد النسبه رائعه ديال النفا والكرويه والحلبه وكنا كنعرفوا شحال تكلمنا في حلقات عندي دباك على فوائد الحلبه فوائد الكرويه فوائد النفا على صحه الوليدات انا كتفتح لهم الشهيه كتحيد المخاص يمكن وحتى الاوجاع ديال البطن انتفاخ لي غاز هادو كلهم ممتازين بزاف هاد الانواع اللي اختارت لها رحيمه فبصحه والراحه والله يخلي لكم دائما الصحيحه ديالكم وشكرا انكم كتقاسموا معنا هاد الافكار ناخذ مكالمه الو صباح الخير اختي السلام عليكم وعليكم السلام لاله صباح النور مرحبا لا انا معك سعاد الميدلس كتشارك معك اهلا يا لاله سعاد مرحبا بك بغيت واحد الملاحظه ديك المره قلت لك سالميه ونقول لك في اليوم قلت لك سالميه ذكرني كيفاش هاد الفكره هذه ما بقيتش عاقله ديال البطبوط ديال البطبوط بالنسبه للفكره ديال العشب اللي غادي تخدمي ماشي بسلميه شنو هي فليو 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 يعطيك الخير حيت اول مره وتلفت ماشي مشكل بحال سلميه وبحال فليو كلهم مفيدين ما كاين حتى مشكل نعطيك وصفه ديال ترطه بالاناناس ترطه بالاناناس ممكن تعوضها باي فاكهه عندك اي فاكهه من غير الاناناس ممكن ديروا اي فاكهه اخرى الكشف اناناس ممكن دير اي فاكهه انا البارح تغربي هذا بالتفاح بالتفاح كيعجبو الدراري الصغار وتتفاح كتجي غزاله في لي طارت ديالها شخصيا كيعجبوني لي طارت ديال التفاح ناخذوا معك الفكره لاله ربع تفضلي عندي ربعات بيض ديال البيض ربعات البيض البيض ربعات البيض ديال البيض وعندك كاس صغير ديال يوغور تعبري به كاس صغير ديال زيت هذاك الكاس ديال ياغورت كنعمرو به الزيت حيت كنعمر به كاس عندي كاس صغير كنعبر به اللي ما عرفش كاس صغير يدير به يوغور اييه ناخذ الزيت حتى هو كاس ما عمرش ديري حتى هو ما عمرش ديال السنيده سنيده وشويه الملحه غير قرصه صغيره شويه الملحه كتضطر بهذا الشيء مع سميتو مع البيض وكنت ديري شويه الخميره خميره ما ديري نصها ما تكمليهاش نص باكيه ديال الخميره باكيه الخميره اللي كنديرو ديري نصها وكضطر بهذا الشيء مزيان وكديري الدقيق ونديرو الدقيق كديري الدقيق ما تخليها خفيفه ما تخليهاش ما تكونش قاصحه يعني الكيكه جوج كيسان صغار ولا جوج كيسان ونص يعني هذوك بياض البيض ما تنطربوهمش هي تنخليهم عاديين هي تنخلطوهم لا كيتطرب مع السنيده كيطلع تيتخدم كيتخدم ضروري كيتخدم هكذاك ايوا باش نشرحوا هذه الفكره يعني باش حنا لا كيتخدم مع السنيده نخدموها مزيان مع سكر سنيده السنيده والزيت وهذا وملي ولينا على شكل كريمه غنضيفوا الزيت ونضيفوا الملح ونضيفوا الخميره ياك ونديروا الخميره ونديروا كاس ديك الاناناس اللي كنمرقد فيه كناخذوا كاس ديال الماء ديالو كتبو كنديروه باش كنضيفوه حتى هو في الخليط الكيك حتى هو كنضيفوه حتى هو ولا ما كديري التفاح كديري التفاح تقطعها في كاسونه وكديري شي واحد المعلقه ديال السنيده اييه كديري شويه الماء وكتخليهم يتبخوا تا كيطلق شويه يبرد وكتاخذي الماء ديالو حتى هو بغا دير التفاح ولا اي فاكهه اييه واخا انا كندير الاناناس كناخذ الماء ديال الاناناس وواحد الفاكهه درت على التفاح اييه وكت تخلطي هادشي كامل طربيه وديري الطحين وطربيه وكتشدي الماء كتشدي المول اللي غطربي فيه المول اللي غطيبي فيه اييه الطرطان كتشدي فيه كديري فيه كاس تاع السنيده كنديرو كاس ديال السكر سنيده هذا درنا التفاح ولا درنا اي فاكهه كنديرو داك السنيده ضروري الفاكهه باش ندير الكراميل باش نديرو كراميل اييه غديري في المول اللي غطيبي فيه غطيها تبقات تخليه متحرقش باش ما يتكورش لك حتى يذوب السكر باش يولي كراميل حتى يذوب من بعد عاد تبقي تخلطي شويه باش ما يريش تحركي شويه اييه وكتشدي كديري داك القطع ديال الاناناس الايفاك عندك تفرشها فوق المول قطع الاناناس بعد ما كيولي داك الكراميل كنديرو دوك طريفات الاناناس طريفات الاناناس ديال هذا ما كنديروهمش في العجين ما كنديروهمش في العجين كنديروهم من الفوق فوق العجين كدير فوق من الاناناس لا قلت لك زعما الاناناس ما كنخلطوش مع العجينه لا الاناناس كنفرشو في كنفرشو في المول اللي فيه الكراميل وكل ندير فوق من العجين ونديروا العجين ونديروا العجين اي وندخلوه حتى بشحال ديال الوقت تقريبا ما ماشي بزاف شي ربع ساعة تقريبا شي ربع ساعة ما وصلش نص ساعة كاع المهم هو خفيف حتى كيطيب يعني رد معاه البال هذه فكرة غزالة رائعة عجبتني غادي تكون لذيذة كتكون لذيذة ويعطيك الصحة وانتم يعني ملي كتشعلي لتحت كيطيب من التحت ملي كيطيب كتشعلي عاود الفوق كيتحمر من الفوق إيه. مباشرة ملي كيطيب
تشدي الطبسيل كتسخبيه مباشره باش ما يلصقش لك على الكراميل العلمون. اييه باش يهبط لك الكراميل فوق من الطرطه. فوق من الطرطه حيت ملي كتقلبها تيبانوا دوك طريفات الاناناس وداك الكراميل. اناناس والكراميل فوق منه. اييه يعطيك يعني انا خليتيه يبرد غادي يقصح لك كراميل. يعطيك الخير هذه فكره غزاله عجبتني. كتجي رائعه زوينه كتجي. يعطيك الصحه على الفكره هذه. شكرا لك بزاف وتحسيت الناس ميدلت انتم معروفين ما شاء الله بالتفاح ديالكم اكيد تفاح ميدلت غادي يجي في هذا الكيك غزال. التفاح كيجي رائع درت البارحه انا بالتفاح كيجي زوينه بالتفاح. المهم اي موجوده التفاح كيكون موجود بزاف. بصحتك وراحتك وشكرا بزاف على الاتصال وعلى الوصفه ديالك لهلي اختك وما ما طوش علينا الغيبه مره مره عطينا وصفات بحال هكا مره مره نطول ان شاء الله دابا نعطيكم واحد الفقره سوا كيجي جديد ان شاء الله. يعطيك الخير يا لالا شكرا لك بزاف. صباحك مبروك صباحك مبروك. هذه فكره غزاله يعني ممتازه ديال هاد الكيك او هاد لاطارت اللي كتجيب الفواكه اللي بغيتي ممكن تفاح ممكن اناناس ممكن خوخ اللي عندك في الفواكه. بالاناناس غتجي رائعه وحتى بالتفاح كتجي غزاله. غادي نمشيو ناخذوا اتصال. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله صباح النور. صباح الخير. معك اشراق من قصبة مهدية. من قصبة مهدية؟ نعم على الاقليم القنيطرة. اييه مرحبا بك يا اشراق. بارك الله لاباس عليك؟ بارك الله فيك. يمكن اول مرة كتواصل معنا اشراق ياك؟ نعم لاله اول مرحبا مرة بك. ما تكونش اخر مرة ان شاء الله يا ربي امين. دايما نعاودينا بالوصفات ديالك ونكسبوا صديقة في قنيطرة. مرحبا بك. بارك الله فيك. تفضل لاله اشراق. عندي عشيش بالبطاطا. عشيش بالبطاطا. اييه نعم. عندنا جوج بطاطات محكوكين بالحكاكه الغليظه. محكوكين بالحكاكه الغليظه. وجوج بيضات. جوج بيضات. اييه شويه ديال المعدنوس مقطع. شويه ديال المعدنوس مقطع. ومليحه وابزار. وملحه وابزار. اها كنشدو هادشي كامل كنخلطو مع البيض. ايه وكنديروا الزيت السخون مزيان في المقله وكنهزوا بالمعلقه وكنحطوا في المقله. كتجي مشوكه بحال عشيش ياك؟ بحال عشيش. ايه يعطيك الصحه يا اشرق. بارك الله. هذه انا كنجربها كندير هذه القضيه هذه ديال البطاطا كيحمقوا على الاطفال يعني كتجي مقرمله وغزاله وكتنوعوا حتى في يعني البطاطا المقليه المعروفه دائما عاده الاولاد ما بقاوش كيبغيوها بزاف. هذه البطاطا قلنا غير جوج بيضات مع شويه المعدنوس ومليحه وبزار. نعم. وتناخذوا بطاطا تنحكوها في حكاكه غليظه. وكنفلقوا البيضات يكونوا صغيرين داك الحجم الصغير ديال البيض. ديال السمان. ديال السمان او بيض عادي يكون هو صغير بزاف. اييه وتنديروها فوق من داك العشيش اللي درنا. كنفلقوا ونقيو ونحطوا كل عشيش فوق منه بيضه. فوق منه بيضه. يعطيك الصحه يا لاله اشراق. هذه فكره جديده ومبتكره وسهله. يعطيك الخير. وشكرا لك بزاف على التواصل ديالك وان شاء الله ما نتمنى تكون ماشي اخر مره. وتحيتي الناس كاملين ديال القنيطره والناس المهديه كاملين اللي كيتواصلوا معنا. لاله اختك يا اشرق شكرا جزيلا. غادي نمشي نعطي البطيطه ديالي بطاطا المقرمشه اللي كنا كتبان في الفران وهي على طريقه السناك او للناس اللي كيكونوا في المطاعم. فكره غزاله وبسيطه وسهله واقتصاديه. شو تنديروا؟ تناخذوا البطاطا ديالنا تنقشروها وتنقطعوها بالطول يعني الى 8 طرف. كل بطاطا وحده تنقطعها على 8 ديال الطرف. شو تنديروا؟ تناخذوا معاها زبده. انا شخصيا كنبغي الزبده لان الزبده كتعطي واحد النوع ذهبي. ممكن الا ما كانش زبده تعوضها بالزيت ما كاين حتى مشكل. الزبده ديالنا كناخذها تكون على شكل بوماد يعني تكون دايبه شويه باش كتسمعك لنا بديك البطاطا اللي حنا غادي نستعملوها. تناخذوا شويه ديال الملحه شويه ديال البزار كندير معها شويه الزعتر وشويه ديال الحار الا بغينا. بالنسبه للاطفال اللي ما كانوش كيبغيو الحار بلاش. تنخلطوا هادشي كله وتنديروا شويه ديال الدقيق فواحد الخنيشه ولا واحد البلاستيكه وتنبداو نديو نجيبو يعني فديك الميكه ديالنا باش ديك البطاطا ديالنا ما تاخذش بزاف ديال الزيت يعني ما تشربش بزاف ديال الزيت. او ممكن ان احنا لما درناش الدقيق تنديروها غير فواحد الصينيه غندخلوها الفران فكتجي مع ديك طيبه الزعتر غزاله. كتجي ممكن حتى تويمه نقدروا نضيفوا عليها الثوم محكوك نديروا الملحه ونديروا البزار ونديروا شويه ديال التحميره باش كتعطينا اللون وتزيد ذهب لينا كيف ما قلت هذوك البطيطه ديالنا. تنديروها في صينيه خفيفه وتندخلوها الفران وتنحضروها لوليداتنا بالصحه والراحه. كتجي على شكل مطاعم ويستحسن كذلك ان احنا ما نديروهاش مقشره ممكن نديروها حتى بالقشره ديالها. كتجي غزاله يعني الناس في امريكا في يعني الناس اللي كيبيعوا الهمبرغر او السناك ديالهم تيديروها الطريقه هذه كتجي غزالة بزاف. ناخذ اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير. صباح النور مرحبا. لاباس. الله يبارك فيك مرحبا بك. رحب بك الخير. تفضلي لالا الاسم كريم شكون معنا؟ انا فاطمة زهرة من اكادير. فاطمة زهرة من اكادير اهلا يا لالا فاطمة زهرة مرحبا. اهلا لاباس عليك ومرحبا بنا عند الناس اكادير. شنو غادي يحضروا لنا اليوم الناس اكادير؟
لا ماشي غادي نحضر، انت اللي غتحضري. واخا على راسي وعيني. شنو بغيتي؟ شنو حب الخاطر؟ الله يخليك، يمكن لك تجوزي ليا واحد الوصفه ديال الكرواسون. وصفه ديال الكرواسون، واخا انا غادي نقيدها وان شاء الله غادي نحط. غادي نطلب منك واحد الطليبه الا جات على خاطرك. واخا لاله فاطمه على راس العين. يمكن لك تعطيني النمره ديال حسن السعيد. حسينات بالعيد. واخا ان شاء الله انا بالنسبه للكرواسون ما غنساك شيء، الاسبوع الجاي بحول الله طول الله في العمر غادي نقدم لك الطريقه ديال الكرواسون. بالنسبه للتليفون الخاص ديال ايت بالعيد غادي نعطيك ستوندار، اختي سموره غادي تكلف بالماموريه. حنا دائما سعداء بتلبيتكم والاحتياجات المستمعات الكريمات، وصفات بسيطه وسهله واقتصاديه. ناخذ اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير لاله. صباح النور، مرحبا بك لاله، مرحبا بك. شكرا بزاف. انا الا كان ممكن نقدم لك السيده كرواسه دابا اولا من بعد. واه ما عندي ما يتسالكم، برافو عليك، الله يعطيك الصحه. تفضلي نقلب دابا. غير نتشرفوا بالاسم كريم، شكون معنا؟ فاطمه. لاله فاطمه، مرحبا بك يا فاطمه. شكرا بزاف. ما عندي ما يتسالكم، مستمعاتي كيتعاونوا معايا، الله يعطيكم الخير. تفضلي. درتي مقلبي عليها حيت لاقاشره ما كنتش. خذي راحتك يا فاطمه، خذي راحتك غير بشويه عليك. واخا انا نعطيك المايونيز مع الكيتشوب بعد ما نلقاها. واه كتقلبي في شي اجنده مقيداها؟ ايه دابا راه غير حيت سمعتها ما كنتش موجوده. كيجرى لك في حالي ملي كنكون كنقلب على شي وصفه كنبدا نقلب نقلب كيتلفوا عليا داك النهار ما تلقاهمش. واخا عندك اختي المايونيز. المايونيز هي؟ عندك كاس ديال العنبه الحليب. بلاتي نقيدو، كاس ديال العنبه الحليب. عندك كاس ديال العنبه الزيت. كاس ديال العنبه الزيت. واحد الفرماجه ديال كيري. فرماجه مربعه. شويه د الملح. شويه د الملحه. شويه د البزار. شويه د البزار. جوج معالق صغار ديال عصير الحامض. جوج معالق صغار ديال عصير الحامض. اربعه د المعالق صغار ديال الخل. اربعه د المعالق صغار. هذاك الخل هو اللي كيخليه يبقى عندنا مده طويله، هو اللي كيحافظ عليه. واخا اذا قلنا اربعه المعالق. والنسيم يعني هذا غير على حسب الاختيار، عندك واحد الثومه محكوكه وشويه المعدنوس مقطع. معدنوس مقطع. ممكن ضيفوا الزعتر، ممكن ضيفوا اي حاجه على بالنا. ياك المهم كتربي في مونينكس هذاك الحليب مع الفرماجه. مع شويه سمحي لي راه متوتره. خذي راحتك يا فاطمه، بحال اللي كتعاود شي اختك ولا شي واحد من افراد الاسره ديالك، عادي. واخا خذي راحتك غير بشويه. ربي هذاك الشيء في المونينيكس، ومن بعد كتبداي تضيفي داك الزيت، والمونينيكس خدامه كتبداي تضيفيها غير بشويه بشويه. تنديروا دابا داك الكويس ديال الحليب في الخلاط الكهربائي، تنبداو نضيفوا ديك الفرميجه ديالنا مليحه وبزار ياك، وجوج معالق صغار ديال الحامض، وربعه المعالق ديال الخل. اييه وحنا تنخلطوا كنضيفوا داك الزويته ديالنا شويه بشويه ياك. اييه حتى كتعقد، حتى كيدير يعني. الا ما كفاكش داك الكاس ديال الزيت زيدي عليه غير شويه، تقريبا واحد المعلقه صغيره كاع بحال هكا. هو غادي تيطلع، هو غادي تيولي على شكل كريمه ديال مايونيز. ياك كوني اكيد عرفتي كيجي غزال، كيجي بحال بحال الجبن. يعطيك الصحة يا فاطمة، أنا غادي نجربها ونرد على أختي الخبر. وهاد هاد المايونيز ملي تيوجد عاد كنسمو بالثومة، بغينا محكوكة ولا نديرو الزعتر ولا اللي بغينا. هذاك على حسب الاختيار، يعني من الأفضل حتى تبغي تاكليه، حيت لاقاش إلا درتيها من الأول وبغيتي تحتفظي عليه غادي يقدر يضيع عليك. غادي يمكن يمرر بديك الطيبة ديال ياك. واخا يعطيك الخير يا فاطمة، لهلا يخطيك. لقيتي الوصفة ديال الكرواسة ولا مازال؟ باقي كتقلب. ماشي مشكل، عندك وقتك كافي، عندك اسبوع كامل وانت تقلبي. عندك واحد الحمص كنديروه للكسكسو. حمص تفايا. ايه واخا. عندك الحمص كيكون مرغن ديجا. مرقد. يعني الا كان كيطيب نديروه مع البصله، الا ما كانش كيطيب نطيبوه هو الاول، يعني نسلقوه نسلقه من بعد نضيفوا عليه الخرقوم. ايه سكينجبير. شويه ديال الزعفران حر. الزعفران شارة. وعندك شويه ديال الملحه. وثلاثه ديال البصلات مقطعين شرائح. وجوج معالق ديال القرفه غير صغار. وجوج عواد ديال القرفه. جوج معالق ديال الزيت. ربعه ديال المعالق ديال سنيده. وربعه ديال العنب البيض، يعني الزبيب البيض. الزبيب البيض. والماء الكافي. صافي وكتدي عليه في الكوكوط، عرفتي كيجي غزال، كيجي معسل. هذا كيجي معسل، تاهي طيبه غزاله ديال الحمص.
ممتاز هذه الفكره هذه ديال فاطمه ديال الحمص المعسل، نقدروا نديروه في الكسكسو ولا في اي كيلو، نص كيلو ديال الحمص في هذوك المقادير. عطاك الخير يا فاطمه على هاد جوج الافكار، شكرا لك بزاف، ان شاء الله ما تكونش اخر مره، وانتظروا منك طريقه كرواسه باش نشوفوا طريقتي وطريقتك. شكون اللي سهل ان شاء الله بحول الله؟ الله يخطيك، ما كاين حتى مشكل، على الراس والعين. وانا كنشكرك على التواصل ديالك. ممكن المره ديال داك الاستاذ اللي كيدوز نهار الجمعه، شكون؟ الدكتور بالعيد، دكتور حسين عيد بالعيد، واخا على الراس والعين. شكرا يا فاطمه على الاتصال، الله يخطيك، صباحك مبروك، وكنشكرك على جوج الاقتراحات ديالك في حلقتنا ديال اليوم ديال التاويل والحداقه، الله يخطيك. ودائما احنا مع النصائح ومع الافكار البسيطه والسهله والاقتصاديه. اليوم شرفتوني بعدد بزاف ديال المكالمات، الله يخطيكم عليا، كسبنا صداقات جديده، مكالمات لاول مره كتواصل معنا، كانوا مكالمات كثر الحمد لله. فانا كنقول ان هذه الوصفات ان شاء الله غادي تكون في صفحات الفيسبوك، الله يخطيكم، لان غادي نقيدوها. كذلك كنشكر اختي ايمان على صفحة أمونة مزيونة اللي كتقول أن الوصفة ديال لك سيدتي ديال سمية سواء من عندي أو كذلك من المستمعات يكونوا مدونين وحاضرين معنا، لهلا يخطيكم. وأنا كنشكر كل الأوفياء والأصدقاء في المتابعة دائما على وصفات لك سيدتي كعادة كل يوم خميس. نختمه ميسك لأن للأسف مبقاش بزاف ديال الوقت، فأنا كنشكر كل محبين هذه الفقرة اللي كينتظروها بفارغ الصبر كل يوم خميس من الحداقة والتاويل والوصفات من عندي وعندك. واليوم أنا اللي قدمت غير شوية القليل لأن كانت مكالمات كثيرة الحمد لله، ما قدرتش نعطي بزاف ديال الوصفات. كانت عندي بطاطا معمره بالكفته والبيض كيحمقوا على الوليدات، ان شاء الله في حلقتنا القادمه بحول غادي نعطيوها لكم. كذلك واحد تورتيه سهله بسيطه في الفران، فللاسف انا ان شاء الله في حلقتنا القادمه غادي نحاول نعطيو بعض الاطباخ، لاني عارفه ان الامهات تيحمقوا بزاف يحضروا البطاطا لوليداتهم لان كيبغيو ياكلوها، وبالتالي ان كل ما كثرنا ونوعنا في الوصفات ديالنا كل ما كان اسهل. مسابقتنا اللي لازالت مستمره واللي هي دائما عربون وفاء ومحبه للجميع، كيف ما قلت طريقه سهله، ما عليكم غير تواصلوا معنا عن طريق SMS اسكا، بمجرد ما تكتبوا غير الاسم ديالكم بالكامل والمدينه ديالكم غادي تدخلوا مباشره لسحب القرعه. سحب القرعه اللي غادي يخولكم تفوزوا معنا بقسيمه غداء او عشاء بقيمه 300 درهم مهدات لكم من طرف تريتور كرامي. هاد الغديوه هادي او هاد العشاء غادي يكون باحد فنادق الدار البيضاء الكبرى وبالصحه والراحه. فاحنا دائما سعداء بتلبيه كل احتياجاتكم. غادي نبقاو مع فاصل غنائي قصير في انتظار ان الزملاء التقنيين يعطيونا الاسماء ديال الفائزين معنا في حلقتنا ديال